ممكن تكون هذه الزيارة يا سيد أحمد أنه هي بوابة لزيارة السوداني لواشنطن؟ لأنه بعض المختصين قالوا أنه إذا راح رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن بعد الدعوة، وهي للآن ماكو أي دعوة رسمية أو موعد رسمي من واشنطن لبغداد، أنه هذه الزيارة تكون بروتوكولية ولا علاقة لها لا بالدولار ولا بغيره، ربما يتطرق إلى وجود القوات العسكرية أو التواجد الأمريكي في العراق. أنا أتفق مع هذا الرؤية. أنا أعتقد الموضوع مش مرتبط بالدعوة ولا مرتبط حتى بموضوع الدولار بحسب وجهة نظري. قد يناقش هذا الموضوع وقد يطرحه السودان بالإعلام عبر الـ يعني القنوات التي تدعم حركة السودان على سبيل المثال، ممكن أن يطرح بهذا الشكل، ولكن هو غير حقيقي. أنا أعتقد ذهاب السوداني إلى واشنطن هو بروتوكولي، هو يجب أن يذهب رئيس الوزراء إلى واشنطن. واشنطن هي التي تدير النظام في العراق، يعني هي التي أنشأت النظام في العراق، وهي التي تمسك برقبة النظام، والكل يعرف يعني. والسودان محسوب على قوى الإطار والقوى المناوعة لواشنطن، فيجب أن يذهب هناك حتى يرتب يعني يرتب الأجواء. ولذلك حضرتك يعني ترين إنه الزيارات المكوكية لخالتنا السفيرة الأمريكية، يعني هذا لقب خالتنا، حتى أحمد البشير نزل بحلقتها مع خالتنا، مشت لقب خالتنا. فالسودان يجب أن يتعامل يعني يرتب الأجواء عبر خالتنا السفيرة الأمريكية، وأيضا عبر التعامل مع دول المنظومة الغربية المتحالفة الآن مع بايدن في مواجهة روسيا. يرتب الأجواء سيد أحمد، عذرا عن المقاطعة، يرتب الأجواء معناها يعلن موافقته على التواجد الأمريكي داخل الأراضي العراقية لو يناقش الوجود الأمريكي؟ ممكن. يعني أنا أعتقد أنه موضوع العراق يحتاج إلى القوات، هي قوات تدريبية يعني أو استشارية حتى هذه اللحظة. والعراق يعني من ضمن قضية زيارة إلى فرنسا هو قضية تسليح محاربة داعش، إحنا نحتاج إلى منظومة دفاعية. العراق يسعى للحصول على المنظومة الدفاعية الجوية الفرنسية على سبيل المثال. هذا ممكن أنا أعتقد السودان يناقش، أنا لا أعرف أن وافقت فرنسا، ولكن إحنا عندنا نقاشات معمقة وقديمة مع فرنسا حول منظومات تسليح على سبيل المثال. الاستشاريين الفرنسيين، إدارة الناتو، هذا كل التفاصيل تحضر. العراق دائما يبني استراتيجياته وعلاقاته الخارجية يعني منطلقا من الهاجس الأمني. الهاجس الأمني هو اللي يحدد مسارات السياسة الخارجية العراقية. ولذلك يجب أن أنا أدعو وكنت أدعو بالإعلام أن يكون الهاجس الاقتصادي هو الذي يحدد مسارات سياساتنا الخارجية، كما تفعل السعودية الآن، كما تفعل قطر. السعودية الآن تمردت على الشراكة التجارية الأمريكية وذهبت باتجاه الصين على سبيل المثال، ولكنها لن تقطع علاقتها وشراكتها الأمنية مع أمريكا. فيجب العراق أن يستثمر لحظة احتياج العالم للطاقة وأن يغير استراتيجياته. ولكن يا أستاذ الميعاد، يعني يؤسفني أن أقول هذا وأنا لست متشائما، دائما أدعو للتفاؤل، يؤسفني أن العراق الحقيقة يحتاج إلى عقليات سياسية.